نهار السبت وقعت الفاجعة، ما في خباري والو. داز تقريبا يومين عيطوا لي، ما شبر لهمش التليفون ديالي، عرفتها عن طريق الناس والعائلة وعن طريق منبر الإعلامي شوف تي في، وكان خبر صعيب بزاف، تألم صراحة للفيصل للسعيد، لأنهم بجوج ضحايا وبجوج خوت وصحاب ولا إله إلا محمد رسول الله. احنا كإنسان وكمواطنين ما عندناش الحق نعاقبه أو نحاسبه، كاين مساطير كاين قانون اللي غادي ياخذ المجرى ديالو، ولكن بين قوسين جاتني عبارة ديال إطلاق سراحهم جاتني شوية غريبة. الرسالة اللي غنقول من خلال منبر الإعلامي شوف تي في، الله يخليكم اللي صايقين، الله يخليكم اللي راكبين في العربات، في الحافلات، في السيارات، في الشاحنات، سواء كنتم غاربة أو أجانب، ردوا البال، حذاري، احترموا علامة المرور، احترموا الراجلين، سوقوا بحذار، الله يخليكم. اللي بغى يسوق ما يسكرش، اللي بغى يسوق ما يسكرش، راه كاين أطفال قاطعين، كاين شباب، تقدر تضرب امك، تضرب باك، تضرب خوك، تضرب اختك. بغينا صفر حادثه، بغينا صفر وفاه. الله يحد الباس، الله يحفظ الوطن المغربي، ما يبقاوش الحوادث. وانا ما يعلم بي الا الله، انا مألم بزاف بزاف بزاف. الله يصبرني، الله يصبرني على خويا فيصل، والله يشافيه، والله يشافي خويا سعيد حتى هوايا، والله يحد الباس، الله يحد الباس.